تعالوا برضو نتكلم، لانه زي ما قال استاذ هاني بانه كمان ده يعني مصلحه دمغه الذهب مع وزاره التموين. فخلينا ناخد سياده اللواء عبد الله منتصر وهو مستشار وزير التموين لشؤون مصلحه دمغ المصوغات والموازين. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني برضو حضرتك وضح لنا بالنسبة للدمغة الجديدة بالليزر ويعني التعاون بقى اللي موجود بين يعني وزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين. طبعا حضرتك انا احب اعرف بس بالدمغة الجديدة اللي هو الدمغ والتوقيت بالليزر على المشغولات الذهبية، هو عبارة عن كل قطعة يتعمل لها زي شهادة ميلاد، ده عبارة عن كود لا يتكرر مدى الحياة. ايوه حلوه شهاده ميلاد دي فعلا. هي شهاده ميلاد فيها كل بيانات القطعه عباره عن وزنها، نوع الشركه اللي انتجتها، عيارها، واحيانا صورتها، وطبعا وتاريخ دمغتها ومين اللي قام بالدمغ. فدي تعتبر شهاده ميلاد للقطعه، ما لا تتغير يعني رقم لا يتغير لا يتكرر مدى الحياه، وده بيبقى محفوظ في عباره عن داتا سنتر. البيانات دي بنرجع لها يعني مدى في اي وقت نحب نرجع لها نتحقق منها، ويقدر اي مستهلك يقدر يتحقق من ان القطعه اللي عنده عباره عن الدمغه حكوميه سليمه ولا لا من خلال الماسح الضوئي اللي على الموبايل ابلكيشن ان شاء الله اللي هيتم تنفيذه بعد تنفيذ مرحله الدمغ والتوقيت بالليزر. طب يعني امتى هتبدا بقى؟ يعني هل مثلا كل المشغولات اللي هتبدا يتم اصدارها او تبقى هتبقى موجوده في الصاغه او في اماكن بيع المشغولات الذهبيه هيبقى عليها الدمغه؟ امتى هتظهر هذه الدمغه؟ يعني هتبقى موجوده امتى في الاسواق؟ احنا الحمد لله من حوالي سنه ونص تم الطرح المناقصه على تنفيذ هذه المنظومه. تمام. والحمد لله تم الترسيع على احد الشركات، واحنا الان في مرحله التنفيذ التجريبي للدمغ والتوقيت بالليزر على المشغولات الذهبيه. ليه؟ ان شاء الله باذن الله في حين ما يتم التنفيذ والاستضافه يتم ان شاء الله يعني في خلال اشهر بقليله باذن الله هيكون تم التنفيذ للدمغ والتوقيت بالليزر لجميع المشغولات الذهبيه والمعادن الثمينه باذن الله. أكيد. سيادة اللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني الذهب هيفضل عندكم تمام زينة وخزينة زي ما انتم عايزين، ومش هيبقى فيه أي قلق أو أي مشاكل، بالعكس دي هتكون تقنية حلوة، وزي ما شرحوا الأساتذة إنه هيبقى شكله أكيد، لأنه الدمغة زي ما انتم عارفين أحيانا بقى فيه بعض المصوغات تحس الدمغة يعني إيه يعني واكلة من الشكل نفسه، واحيانا بالذات لو كان مثلا حاجه صغيره زي مثلا الحاجات اللي بنشتريها للاطفال اللي هي بتبقى جرام وجرام ونص، لما بتبقى بتدق بتحس شويه انها بتاخد منها، فبتبقى مثلا قطعه صغيره قوي والدمغه احيانا بتبقى يعني واكله منها شويه. فاعتقد ده هيخلي شكل عام لكل المصوغات ويخليها كمان شكلها افضل، ويبقى في تبادل كمان، وتبقى موجوده في السوق العالمي بنفس الشكل اللي موجود بيه كل الحاجات عالميا.